يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج. حلقه اليوم راح يتحفنا فيها الكابتن علي الدريع ويعطينا كل ما هو جديد في عالم ورياضه كمال الاجسام، شنو التمارين الشائعه والاخطاء الشائعه والابتعاد عنها طبعا، كل هذا واكثر راح نشوفه في خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن علي الدريع، خلكم ويانا. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. اليوم راح نشرح العضله التراي، تمرين العضله التراي. قبل لا نبلش التمرين نشرح العضله التراي. عضله التراي تتكون من ثلاث عضلات، ثلاث رؤوس للعضله. عضله التراي الجزء عندنا الجزء الخارجي اللي هو الراس الاكثر، راس للتراي. راس التراي يتكون من ثلاث رؤوس، راس قصير، راس متوسط، راس طويل. فعندنا الجزء الخارجي هو الراس القصير، وعندنا الجزء في الوسط هو الراس الكبير اكبر عضله، وعندنا الجزء اللي هو المتوسط، الجزء هو صاير في الاسفل للداخل، من الاسفل الى الداخل، يعني العضله من الاسفل الى داخل التراي الى الاعلى في الوسط الراس. ثلاث رؤوس بهذا التمرين. راح يكون التمرين للجزء للراس المتوسط الطول اللي هو الجزء الاسفل. هذا التمرين كبدايه القبضه الفرديه راح نمسكها عكس، القبضه الفرديه نمسكها عكس، راح اكون انا التراي الجهاز في الامام، راح ألف أنا إلى الجانب، راح أسحب إلى الجانب عشان أشغل الرأس المتوسط الطول. أسحب، راح ألعب أربع جولات تكرار 10. لاحظ إني يعني أنزل أثبت أثبت أصعد شوي شوي. هذا الانقباض، الانبساط للأعلى، أسحب انقباض كامل، انبساط، تكرار 10. الذراع الأيمن أسحب، هذا الجزء في الأسفل هو الرأس متوسط الطول. تكرار 10 راح ألعب، أنزل انقباض كامل، أصعد انبساط انقباض. في العضلة التراي نفس ما قلنا ثلاث رؤوس ثلاث عضلات. في التمرين لما العب مثلا التمرين للجزء الراس المتوسط الطول الراس الوسطي، راح يكون في لا مساعد، ما راح يشتغل هو الجزء فقط بروحه، راح يشتغل معاه الجزء الاكبر، لكن الجزء الخارجي راح يشتغل بشكل قليل جدا. فالمساعد للجزء للرأس الوسطي اللي هو الرأس الكبير الأكبر عضلة في التراي، الجزء الرأس الوسطي راح يشتغل مع أكبر عضلة في التراي. نفس ما قلنا أربع جولات راح نلعب تكرار 10، راح يكون في وزن كل جولة، راح أزيد الوزن. يحتاج تمرين التراي وزن.
نفس ما قلنا الجهاز امامي، راح اسحب القبضه عكس، ما راح تكون القبضه بهالطريقه عشان اشغل الزاويه اللي انا بيها، راح احتاج ان ايدي تكون بالعكس. اسحب، راح اشغل هذه العضله الجزء الاسفل. احتاج اسحب انقباض بشكل كامل، ثم انبساط، انقباض، تكرار 10. الجزء الايمن، الذراع الايمن، راح اسحب. افضل تكون القبضه في الاسفل، يعني ما تكون بهالجهه، لا تكون الجهه الاقرب، القطعه هذه تكون بالجهه الاقرب. عكس، اسحب، ثبت، اصعد، ثبت، اصعد. تمرين جدا مهم لعضلات التراي، الراس الوسطي، التراي، عضله التراي عضله اكبر من الباي. دائما اشوف الشباب يهتم بعضله الباي، ممكن شويه يهمل عضله التراي، مع ان عضله التراي هي اكبر من عضله الباي. فاذا تبي الذراع يكون بشكل اكبر، اهتم بالعضلة التراي بالثلاث زوايا، راح تلاحظ ان العضلة التراي اكبر والذراع صار بشكل اكبر. راح ازيد الوزن، اهم شيء اني انا اكون متحكم بالوزن، ما ازيد الوزن والوزن ما اقدر اتحكم فيه، دائما اكون انا متحكم مو الجهاز متحكم. انزل، ثبت، اصعد شوي شوي، انزل، ثبت، انقباض كامل للعضله، اصعد. تكرار 10. الذراع الأيمن، احتاج تركيز، كثر ما أقدر أنا أكون متحكم بالوزن. نفس ما قلنا، نحتاج تركيز. اسم اللعبة لعبة المقاومة، اني يعني انا اقاوم الوزن، احاول كثر ما اقدر انقباض، انبساط. هذا التمرين العضلة السفلية، العضلة التراي، الرأس الوسطي التراي، مثل ما قلنا في الاسفل هي بدايتها من هنا، او بدايتها من هنا نهايتها للاعلى، الرأس الوسطي التراي. إن شاء الله عجبكم التمرين، تشوفونا إن شاء الله في تمرين القادم. بكذي أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من التمارين اللي عطانا إياها الكابتن علي الدريع، على أمل إن شاء الله نلتقي وياكم في حلقة باكر وتمارين جديدة وعضلات جديدة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة العمل، وفي أمان الله.